الآن في مكان له رمزية كبيرة بزاف، ألا وهو مكان انعقاد مؤتمر الصمم. في هذا المكان، في الدار اللي دوك نشوفوها، انعقد اجتمعت قيادات الثورة، كبار قيادات الثورة، لإعادة تنظيم الثورة، لأنه بدأت الثورة في أول نوفمبر 54، ولكن بدأت بارتجالية، ما كانتش منظمة شوي. ومع بعد المؤتمر بدأت في 56، العامين هذو من 54 ل 56 صارت اختلالات بين 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 القيادات، شكون اللي صار، ما كانش بقسم النحو والنواحي. النواحي ما كانش، كان ثورة باك انطلقت متفاهمين، باك قال انطلقوا نديروا أول رصاصة في الشرق وأول رصاصة في الغرب باش نعلنوا إعلان انطلاق ثورة، بصح ما كانش منظمة. في 1920 و 1956 انعقد مؤتمر الصمم لتنظيم هذه الثورة، تنظيم من حيث النواحي، قسمت القطر الوطني إلى نواحي، هي ست نواحي، قسمت نظمة الثورة من خلال قيادات، شكون اللي يحكم، كل واحد يحكم القيادة تاعو، كل واحد المنطقة تاعو، كل واحد عنده المساعدين تاعو، عنده المحافظين السياسيين تاوعو، عندهم كامل. كذلك نظمة السياسيون، ما يسمى بالسياسيون الداخل والسياسيون الخارج، لأنه كانوا كما كانوا مجاهدين هنا سياسيين، كانوا العسكريين في الداخل، في الخارج كيف كانوا سياسيين أو مجاهدين سياسيين ومجاهدين العسكريين. نظمت كيفاش القيادة تاعها، كيفاش تسير الثورة هذه باش تنجح. لولا مؤتمر الصمام، الله أعلم، نورمالمون ما نجحتش الثورة وما طولتش، ما قعدتش 62 وما تحققش الانتصار وما تحققش الاستقلال. إذا المنطقة هذه راكم شفتوا كي عدنا طالعين، التضاريس تاعها، طبيعة التضاريس تدل باللي منطقة صعبة. ورانا في جبل كيما راكم تشوفوا، دنقوش بنايات جدد هذو، دنقو ايماجينيو تخيلوا بلي كانت الدار هذيك وكان ممكن دار هنا ولا دار لهي ولا من القرابه القدم مالوك، ما دنقوش بنايه هذيك جدد هذه حديثه. وطبيعه المنطقه تدل بلي باش قروا قيادات الثوره ينظموا المؤتمر هنا في سريه تامه، في سريه، كاين اللي جا للمؤتمر ما يبانش وين راه رايح، ما يبانش وين رايحين يدير المؤتمر، ما يبانوش بلي رايحين يديروا مؤتمر. بعثوا له دعوة، قالوا له أروح نتلاقى في البلاصة الفلانية، ممكن ارتحت في بلاصة، ممكن في جاية، ممكن اسمه، وما عاد يزيدوا يهزوه يدي بلاصيو بيه، لأنه السرية كانت عامل مهم في نجاح هذا المؤتمر. كان ما كانش السرية تخرج الهضرة باللي راح نتلاقى وراح كذا وفرنسا راح تعس، كما كاين وجهدي، كاين حركة وكاين قومية كما يقول لك. إذا السرية كانت لها دور كبير في نجاح هذا المؤتمر. من خلال المؤتمر، بعد المؤتمر تنظمت الثورة ومشيت في ما نقولوش 100% منظمة، ولكن كاين نسبة 70-80% مؤطرة ومنظمة بين المجاهد اللي برا والمجاهد اللي داخل، كيف يدخلوا السلاح، كيف قسموا النواحي، كيف شنو. إذا المكان هذا عنده رمزية كبيرة بزاف بزاف بزاف، وعنده دور كبير في نجاح الثورة التحريرية. شكرا على حسن الاصغاء، نتمنىكم تتمتعوا بهذا المكان، لانه عنده مكانه خاصه عند المجاهدين، عند الاسره الوطنيه والاسره الثوريه. شكرا وبارك الله.
بالأنفس نفدي كل جزء من ثراك. إننا أشبال أسد فاصرفينا لعداك. لك في التاريخ ركن يشرق فوق السماك. لك في المنظر حسن ظل يغري ببهاك.